يروح للعضلات ويستهلك مرة أخرى. هذه العملية تحدث في أثناء عملية تكسر البروتينات. أثناء عملية تكسر البروتينات طبعا تعتبر هذه الدورة رئيسية ومهمة جدا في حالة وين؟ بحالة الجوع الشديد اللي يصير عندي اللي خلال فترة طويلة جوع أو بحالة المجاعة. عندنا موضوع آخر هو وظيفة الجلايكوجين. طبعا يعتبر الجلايكوجين يعني مخزن السكر بالجسم. لما نتناول احنا وجبة غذائية مليئة بالجلوكوز، الجلوكوز راح ينطينا طاقة، ولكن الفائض من عنده يتحول قلنا إلى مركبات أخرى. من هاي المركبات أولا راح يبني عندي جلايكوجين ويخزن إما بالكبد أو بالعضلات. طبعا الغرض من عنده هو توفير الجلوكوز أو طاقة عند الحاجة. عندما ينخفض مستوى الجلوكوز بالدم هنا يتكسر عندي الجلايكوجين الموجود بالكبد حتى يعوض لي النقص مال الجلوكوز. تمام. طيب الجلايكوجين الموجود عندي بالعضلات شنو فائدته؟ وظيفته انه لما العضلة تحتاج طاقة راح يتكسر الجلايكوجين يعطيني جلوكوز راح تستخدم كطاقة. طبعا راح نشوف ليش انه بالعضلات يعني يكون مصدر الطاقة بينما بالكبد يكون مصدر للجلوكوز. هسه في سياق المحاضرة ان شاء الله راح نعرف. انا بعد تناول الغذاء يرتفع مستوى السكر بالدم، وبالتالي يعني قلنا القسم من عند الجلوكوز يصير طاقة وقسم من عنده يتحول إلى مركبات أخرى. من عنده هاي مركبات أخرى اللي هو الجلايكوجين. تمام. طبعا الجلايكوجين يبدأ بعملية الاستهلاك بالكبد، أنا أقصد بعملية التحلل وتحول إلى جلوكوز بعد مرور تقريبا 5 ساعات، 5 ساعات من أي وجبة. ذلك إحنا مقدرين إنه نتناول 3 وجبات في اليوم الواحد، تفصل بين كل وجبة ووجبة يعني ولا تزيد ولا تقل عن 5 ساعات. تمام؟ لهذا السبب، لأنه بعد ال5 ساعات يبدي الجلايكوجين بالتكسر. الآن بعد مرور 18 ساعة من الصيام، بعد 18 ساعة من عدم الغذاء، يبدأ الجلايكوجين بالتحلل وتنخفض نسبته. وإذا بدأت نسبته بالانخفاض وصولا تقريبا 40% من نسبته، أو يعني 40 إلى 30% من نسبته، هنا يبدأ تحلل الدهون وأكسدتها. طيب أنا قبل شوي قلت لكم أكو سؤال إنه لماذا الجلايكوجين، يعني هذا نسأل سؤال يقول ممكن يجيكم هذا السؤال، يقول لماذا الجلايكوجين بالعضلات يستخدم كمصدر للطاقة بينما اللي موجود بالكبد يستخدم لإنتاج الجلوكوز؟ طيب أنا أقول لكم ليش. لأنه لك شوف أكو مركب، طبعا الجلوكوز بالجلايكولايسيز مسار الجلوكوز يتحول إلى مركب اسمه جلوكوز 6 فوسفيت. تمام. بالجلوكونيوجينيسيس، بالجلوكونيوجينيسيس الجلوكوز 6 فوسفيت يتحول إلى جلوكوز. بالجلايكولايسيس الجلوكوز يتحول إلى جلوكوز 6 فوسفيت وينزل إلى يعطيني بايروفيت. تمام. بالجلوكونيوجينيسيس البايروفيت يعني يوصل للجلوكوز 6 فوسفيت بعدين يعطيني جلوكوز. طيب هنا الجلوكوز 6 فوسفيت طبعا هذا بواسطة يا انزيم، انزيم اسمه جلوكوز 6 فوسفاتيز. هذا الانزيم يعمل على تحول جلوكوز 6 فوسفيت الى جلوكوز، يعمل على تحول جلوكوز 6 فوسفيت الى جلوكوز. هذا الجلوكوز 6 فوسفاتيز هذا الانزيم موجود بالكبد وغير موجود بالعضلات، موجود بالكبد وغير موجود بالعضلات. فبالتالي بالعضلات اثناء عمليه الجلوكونيوجينيسيس، يعني عمليه بناء الجلوكوز تحلل الجلايكوجين، الجلايكوجين يتحلل يعطيني جلوكوز 1 فوسفيت ويتحول الى جلوكوز 6 فوسفيت وبعدين يعطيني جلوكوز. هاي الخطوه الاخيره، جلوكوز 6 فوسفيت يعطيني جلوكوز بانزيم جلوكوز 6 فوسفاتيز. هذا الانزيم موجود بالكبد، لذلك الجلوكوز 6 فوسفيت ممكن يتحول الى جلوكوز بالكبد، بينما هذا الانزيم ما موجود بالعضلات، لذلك الجلوكوز 6 فوسفيت ما ممكن انه يتحول الى جلوكوز بالعضلات. فشو يصير من العمليه؟ جلوكوز 6 فوسفيت راح يمشي يدخل مسار الجلايكولايسيس يعطيني بايروفيت ويعطيني استايل كوي وبالتالي يعطيني طاقه. يعني حاولوا تعيدون الفيديو اكثر مره حتى تنتبهوا له، واي طالب عنده مشكله بهذا وهي الملاحظه المهمه
ممكن يسألني وأني حتى أوضح لها أكثر. طيب الآن خلينا نجي إلى عملية تنظيم الجلوكوز بالدم. شو نصير عملية تنظيم الجلوكوز بالدم؟ نسبة الجلوكوز طبيعية من 4 إلى 6 ملي، والله مثل ما قلنا قبل شوية من 70 إلى 110 ملي غرام بالديسيلتر. تمام. أثناء الليل أو أثناء انخفاض نسبة الجلوكوز، وبالليل عندي نسبة الجلوكوز ينخفض. ليش؟ لأنه تعبر 5 ساعات فتنخفض، وأيضا عندي طبعا تزداد ضربات القلب أيضا، ويعني نشاط الخلايا يختلف يزداد. أثناء انخفاض الجلوكوز وأثناء الليل تمام راح ينخفض نسبة الجلوكوز. هنا البنكرياس خلايا ألفا راح تفرز لي هرمون اسمه جلوكاكون، إن شاء الله راح نجيه سهنا. هذا شو راح يسوي؟ هذا راح يسيد لي مسار اسمه جلايكوجينيلايسيس، اللي هو راح يكسر الجلايكوجين حطيتين الجلوكوز هاي وين بالكبد، ويفعل لي عملية الجلوكونيوجينيسيس، يزيد لي اياها. شوف هاي السهم اللي فوق يزيد لي اياها حتى يصنع لي شنو؟ فري جلوكوز من مصادر غير يعني غير كربوهيدراتية. فبالتالي ايش راح يصير عندي هنا؟ هنا البلاد جلوكوز راح يرتفع الى حالة النورمال. طيب بعد تناول وجبة غذائية أثناء أنها وجبة غنية بهمبرغر أو بطاطس يعني أو نشا يعني كل هاي شرح سبب الارتفاع الجلوكوز، وبالتالي شوف البلانس هنا أنا ارتفعت أنا النسبة الطبيعية. هنا أنا البنكرياس راح يفرز لي خلايا بيتا تفرز لي هرمون اسمه الإنسولين. الإنسولين هنا أنا راح يروح يشتغل على 3 مواقع اللي هي الكبد لدي بس تشيو والعضلات. هاي كلها ايش راح تسوي؟ كلها راح تاخذ الجلوكوز. بالاديبوستشيو راح تبني خلايا دهنيه، بالعضلات قلنا راح تبني جلايكوجين، وبالكبد راح تبني ايضا جلايكوجين او الخلايا الاخرى اللي تنتج طاقه. تمام. طبعا احنا نتكلم عن الزياده الزياده وليس ما نتكلم عن الجلوكوز بشكل طبيعي. الزياده ما ايش راح يصير بيها؟ طيب هنا من خلال شنو؟ رفع الكلايكوجينيسيس، زيادة بناء الكلايكوجين، وتنزل لي تثبط لي من عملية الجلوكونيوجينيسيس اللي هي تصنع جلوكوز من مصادر غير كربوهيدراتية تقللها، لأن بعد ما أحتاج جلوكوز أنا عندي فائض من الجلوكوز. تمام. هنا خلال هاي العمليتين اللي هي جلوكوز أبتيك باي ليفر مصل عن أديبوس تيشو اللي هي بناء العضلات وبناء الكلايكوجين بالكبد وبناء الخلايا الدهنية، فبالتالي راح تخفض لي من نسبة الجلوكوز to normal level، ترجع ليها إلى مستوى الطبيعي، إلى مستوى طبيعي. أرجو إن شاء الله أن يكون هذا واضح. طيب أكو عندي عوامل مهمة جدا تحافظ على نسبة الجلوكوز. شو هي هاي العوامل؟ تعتمد طبعا احنا اللي احنا قلت لكم يعني قبل شويه انه تعتمد على التوازن بين دخول وخروج جزيئات الجلوكوز الى الخلايا. تمام. لازم دخول جزيئات الجلوكوز الى الخليه وبمساعده الانسولين، وخروج الجلوكوز عندما يكون احتياج للجلوكوز. اكو عندي هنا لازم اكو عندي حاله بالانس. طيب هذا البالانس شلون راح يتم توازنها؟ شلون راح يصير عندي؟ شنو العوامل اللي تساعد على المحافظه على هذا البالانس؟ العوامل اللي تؤدي طبعا العوامل اللي تؤدي الى زياده اللي هي ارتفاع نسبه دخول الجلوكوز الى مجرى الدم، يعني ارتفاع نسبه الجلوكوز بالدم، شنو هو؟ امتصاصه من قبل الامعاء. احنا مو قلنا بالامعاء بعد عمليه الهضم يعطيني جلوكوز، والجلوكوز يدخل الى مجرى الدم يتحول الى مجرى الدم. هنا هاي العمليه من تزداد راح يرفع لي نسبه الجلوكوز. بعد زياده تكسر الجلايكوجين اللي هي عمليه جلايكوجينيلايسيس، لما تزداد راح يعطيني فري جلوكوز. انا اتكلم عن الكبد. بعد تصنيع السكر بمصادر غير اخرى اللي هي عمليه جلوكونيوجينيسيس. بعد زياده الهرمونات اللي هي تعمل على رفع مستوى السكر بالدم، وهي الجلوكاكون والادرينالين والنور ادرينالين اللي هن الابينفرين والنور ابينفرين اللي نسميهم هرمونات الخوف.
هرمون النمو اللي جروث هرمون يسميه، هرمونات الغده الدرقيه اللي هي تي 3 وتي 4 والسترويدات اللي هي البرولاكتين اللي هرمون اللي يساعد على انتاج الحليب لدى الاناث، ايضا البروجستيرون اللي يعتبر هرمون الانثوي، ايضا التستوستيرون اللي يعتبر هرمون ذكري، والهرمون الغده الكظريه والى اخره من الهرمونات. طبعا كل الهرمونات هي تساعد، مو كل هرمونات الجسم، انواع كثيره من الهرمونات تساعد على رفع الجلوكوز بالدم ما عدا هرمون الانسولين عامل العكس. طيب الان بما انه ذكرنا الانسولين، خلينا نذكر العوامل اللي تساعد على انه تنخفض نسبه الجلوكوز بالدم شنيه. اولا تحطيمه من قبل الانسجه الاخرى لانتاج طاقه، يعني قد ما كل ما انه تم معالجته من قبل الانسجه راح تنخفض نسبته. بعد عمليه ثانيه بناء الجلايكوجين بعمليه، طبعا العمليه الاولى بعمليه بمسار اسمه جلايكولايسيس، المسار الثاني هو الجلوكو الجلايكوجينيسيس، جلوكو جين او جلايكوجين سينثيسيس، تمام، او جلايكوجينيسيس. طيب بعد عندي تحول الجلوكوز الى دهن بعمليه اللايبولايسيس او العفو اللايبوجينيسيس، تمام، وايضا بانخفاض الهرمون الذي يعمل على العفو بازدياد نسبه الهرمون الانسولين، هرمون الانسولين اللي يعمل على خفض مستوى السكر من خلال دخول السكر الى داخل الخليه وتحفيز المسارات اللي تحول الجلوكوز الى مركب اخر. هاي العوامل مهمه جدا هي اللي تحافظ لي على هذا البالانس ما بين دخول وخروج الجلوكوز من والى الخلايا. طيب الان نجي الى موضوع اخر وهو تنظيم السكر بالدم، يسميه التنظيم اللاحق اللي هو post vendor regulation. شنو هذا؟ يقول بعد تناول الوجبة، طبعا بعد تناول وجبة يتم امتصاص الجلوكوز من قبل الأمعاء إلى مجرى الدم خلال الجلوكوز ترانسبورتر تايب 2 اللي أخذناه قبل شوية اللي هو غير معتمد على الأنسولين، قلنا فقط الفور معتمد على الأنسولين، خاف يجيكم اختيارات أو فراغات. طيب مما يؤدي إلى ارتفاع مستوى بالدم، وهذا الارتفاع يحفز على إفراز هرمون الأنسولين عن طريق خلايا بيتا في البنكرياس، فبالتالي لما يفرز الانسولين يساعد على امتصاص الجلوكوز من قبل معظم الانسجه خارج الكبد، اكسترا هيباتيك تشو، طبعا ما عدا الدماغ الانسولين ما له علاقه. كذلك يساعد الانسولين على تخزين المتبقي على شكل جلايكوجين او تحول الى دهون او بناء البروتينات. فبالتالي شوفوا عندنا هذا الرسم شو يقول عندنا هنا، يقول البيتا سيل لما تفرز الانسولين، تمام، اي عند حاله ارتفاع نسبه السكر، بحاله ارتفاع شو يسوي؟ يزيد لي انكريز ريت اوف جلوكوز ترانسبورت تو تارجت سيل، دخول الجلوكوز، ايضا عمليه الجلايكولايسيس وبالتالي انتاج الاي تي بي، ايضا تحول الجلوكوز الى جلايكوجين وهي بالكبد وبالعضلات، ايضا يزيدني بناء امتصاص الاحماض الامينيه وبناء البروتينات حتى بتتحول الى جلوكوز، وايضا زياده بناء التراي اسايل جليسيرايد وبناء الاديوستيشو، لان الجلوكوز بالخطوه بالجلايكولايسيس خطوه 5 راح يتحول الى جليسرول ده هيدروكسي ثم جليسرول، والجليسرول راح يتفاعل راح يعطيني تيجي دهون ثلاثيه وبالتالي يتم بني الاديوستيشو، هاي كلها راح تؤدي لي الى انخفاض السكر الزايد اللي مرتفع عن النسبه الطبيعيه ووصولا الى حاله الهوميستاسيس. طيب هنا تجي عندنا عمليه اخرى اللي هي تنظيم السكر عند الصيام،
حالة الجوع. شو يصير عندي؟ يقول طبيعيا بعد ساعتين إلى ساعتين ونصف من تناول الوجبة يبدأ السكر بالانخفاض ويرجع إلى النسبة الطبيعية. ولكن بعد هاي النسبة، بعد الفترة، بعد الساعتين ونص، بعدها بثلاث ساعات راح يبدي الكلايكوجين اللي قلنا قبل شوية من تعبر الخمس ساعات، يبدأ الكلايكوجين بالكبد بالانحلال حتى يوفر لي نسبة الجلوكوز، يعني يخفض الجلوكوز. وهذا الذي يساعد، الذي يساعد على ذلك هو هرمونات الجلوكاكون والهرمونات الأخرى اللي هي قلنا عليها الأدرينو كورتيكوكوتروبيك، والتي تمنع استمرار انخفاض السكر في الدم، تمام؟ واللي قلنا هاي عملها معاكس لعمل الإنسولين، تحدثنا عنها قبل شوية الهرمونات. هاي الـ ACTH، هاي الـ ACTH اللي هو هرمون أدرينو كورتيكوتروبيك هرمون اللي يفرز من الغدة الكظرية. شوفوا بهذا الرسم شلون يصير عندي. بهذا الرسم انه هذا الجلوكاكون شو راح يسوي؟ اول راح يزيد لي من تكسر الكلايكوجين لحتى يعطيني جلوكوز، وهاي بالليفر وبالسكيليتال مصل، وهاي هنا يعطيني طاقه وليس يعطيني جلوكوز، يعطيني جلوكوز فقط مني. يعني معناه هنا دا يقول بالسكيليتال مصل مو يعطيني جلوكوز فري جلوكوز، وانما يعطيني لاكتيت، واللاكتيت راح يروح للكبد ويعطيني جلوكوز. هاي المقصود بها انكريس بريك داون اوف فيت تو فاتي أسيد، راح يزيد لي من عملية تكسر الدهون، وبالتالي راح تعطيني استايل كوي وتعطيني طاقة، ويعطيني جليسيرول لأنه هو يكسر الدهون، يعطيني التيجي، تيجي يعطيني تيجي وجليسيرول مرتبط بثلاث أحماض دهنية، ثلاث أحماض دهنية تكسر بيتا أوكسيديشن يعطيني استايل كوي، الجليسيرول هنا راح يتحول داي هيدروكسي استون يدخل مسار الجلايكوليسيس، وبالتالي الجلوكونيوجينيسيس ممكن يعطيني جلوكوز بهاي المسار، وهنا زيادة في بناء الجلوكوز بالكبد بعملية جلوكونيوجينيسيس. كل هاي العمليات الثلاثة راح تؤدي إلى ارتفاع الجلوكوز بالدم، وبالتالي رجوعه إلى حالة نسبته الطبيعية. أرجو أن يكون هذا الموضوع واضح. الآن نجي إلى موضوع هو مستوى السكر بالدم. أولا بالبلازما، يقول نسبة السكر بالشخص الطبيعي عند الصيام هي من 70 إلى 110 ملغرام بالديسيلتر. طبعا الصيام يعني شنو؟ يعني إجراء الاختبار بعد مرور 12 ساعة من تناول آخر وجبة، هاي يسموها صيام. فإذا شخص صائم يعني مضر يعني ما مضر طعام، ولا قبل 12 ساعة أكل آخر وجبة، 10 ساعات إلى 12 ساعة، تمام؟ هنا راح يجري عملية فحص السكر، فنسميه fasting blood sugar. هسه احنا جينا تمام. بعد تناول وجبة غذائية بالحالة الطبيعية، طبعا هنا ما ترتفع نسبة عن 140 إلى 150 ملغرام بالديسيلتر. هذه شكل لما مو صيام بالحالة الطبيعية المفروض انه ما ترتفع هاي النسبة على 150، يعني ارتفعت على 150 معناها الشخص شنو؟ مصاب بداء السكري، تمام؟ طبعا وهذا ليش انه ما ترتفع النسبة بالحالة الطبيعية عشان نورمال؟ ليش؟ يعني ما ترتفع لانه افراز هرمون الانسولين هو راح يساعد على التخلص من الجلوكوز بالمسارات اللي تحدثنا عليها قبل قليل. ايضا ارتفاع السكر يدعى بالهايبر جلايسيميا، اما انخفاضه يعني ينزل نسبته أقل من 50 ملغرام نسميه بالهايبو غلايسيميا، من نسبته الطبيعية نسميه نورمو غلايسيميا. المصطلحات أرجو إنه يعني تحتفظ بهم. تعتبر الهايبو الهايبر خطر جدا، ولكن الهايبو يعتبر مميت، يعني جد خطورة الهايبر غلايسيميا، لكن الهايبو أخطر لأنه يعتبر مميت، أعراض غير واضحة، يسبب إغماء فجأة لأنه خلايا الدماغ تعتمد على الجلوكوز. بحالة الارتفاع الجلوكوز بالدم ممكن أنه تعالج بعمليات أخرى، ممكن الأعراض تكون واضحة ونقدر نشخص الحالة، لكن حالة انخفاض خلايا الدماغ تعتمد على الجلوكوز، كريات دم الحمر تعتمد على الجلوكوز، ماكو جلوكوز راح يصير لي عندي حالة عمل الخلايا بمشكلة، فبالتالي دم سيل دمج تشو دمج ومن ثم
يؤدي لي إلى الموت. لذلك دائما خلوا بالكم الهايبوغلايسيميا more danger than hyperglycemia. طيب عندنا هنا شجر اليورين الطبيعي بحالة طبيعية ما يفرز السكر باليورين بالجلوكوز تمام، لكن إذا ارتفعت النسبة عن نسبة الجلوكوز بالدم عن أكثر من 180 ملي غرام بالديسلتر هنا راح نلقى انه يظهر باليورين. فلما شخص نسوي له يورين شوغر تيست لما نلقى به معناه انه عنده جلوكوز مرتفع اكثر من 180 واصل يعني مرحله من الخطوره للاصابه بالديابتس ميلايتس تمام. طبعا هاي النسبه نسميها برينال ثريشولد اللي هو خط العتبه للجلوكوز موجود بالكلى. شنو هي خط العتبه للجلوكوز موجود بالكلى؟ الكلى بشغلها اثناء عمليه الترشيح المواد النافعه ترجعها ويا مجرى الدم، وطبعا هي من يجيها مجرى الدم راح تسوي عمليه ترشيح المواد النافعه للجسم ترجعها، والمواد الضاره السميات الى اخره راح تخليها تمر، وبالتالي راح بالكوبيبات راح تتجمع وبالتالي تتحول الى التبير وبالتالي راح تتجمع ويبدا عمليه اليورينيشن بروسيس ومن ثم انتاج اليورين ويخرج خارج جسم الانسان. بعد بالاضافه الى المواد الضاره او السميه اذا كان عندي فد مركب نسبته اعلى من النسبه الطبيعيه بكثير مثل قلنا ارتفاع الجلوكوز اكثر من 180 تبدا شنو يبدا الكليش يسوي تبدي انه تطرح من هاي النسبه الزائده العاليه النسبة الزائدة العالية إلى خارج الجسم عن طريق اليورينيشن بروسيس وإنتاج اليورين. فالخط العتبة شو وقت تبدي الكلية إنه تطرح الجلوكوز إلى اليورين؟ لما تكون نسبته بالدم 180، لذلك يسمى خط العتبة. إذا كان أقل 180 ما تطرح الجلوكوز خلال اليورين، لكن إذا ارتفع تبدي تطرح بالترشيح ما ترجعها، تبدي تطرح من عنده تطرح جزء من عنده حتى تقلل من نسبته بالدم، فلذلك نسمي 180 هي خط العتبة مال الكلى. ملاحظة مهمة أرجو أنهم تنتبهوا لها زين إن شاء الله. طيب الآن موضوع أنه تأثير الطعام على مستوى السكر، لما إحنا نتناول الغذاء على مستوى السكر شو راح يأثر لي؟ إحنا شو نقول؟ نقول فحص السكر من دون أي تحضيرات من حضر. يعني شخص رأسا فحص السكر وشخص رأسا عندي صار عنده هبوط صار عنده يعني وقع صار عنده مشكلة فأجي رأسا فحص السكر بدون ما أراعي إنه لازم صيام ولازم تحضيرات أو شيء، هذا نسميه random blood sugar. طبعا هذا لازم نسبته ما ترتفع عن 150 ملغرام بالديسيلتر نسبة السكر هنا. طيب إذا كان عندي قياس السكر عند الصباح الباكر بعد مرور فترة 12 سنة بعد مرور فترة 12 ساعة من تناول آخر وجبة غذائية هذا شو نسميه fasting blood sugar. هنا النسبة تكون بين 70 ملغرام إلى 110 ملغرام، أكثر من 110 ملغرام هنا الشخص عنده هايبر غلايسيميا. عندنا نوع آخر من القياس نسميه قياس اللي هو نعطي شخص وجبة ورا ساعتين نجي نشوف نسبة الجلوكوز، وهنا لازم ما تتجاوز 140 نسبة الجلوكوز. ليش ساعتين؟ لأن هي الفترة الجلوكوز يستغرق عملية هضمه وامتصاصه وأيضا يعني عملية هضمه وتحوله من الدم إلى الكبد يحتاج من ساعة يحتاج تقريبا ساعتين، فيطوها ساعتين طوش بغذائية ويطو ساعتين ويشوفون الجلوكوز عنده بمشكلة ولا مشكلة. هنا حتى يشوفون هل هو إفراز الإنسولين بمشكلة أو ما بمشكلة تمام. هذا يسموه post radial blood sugar. عندنا نوع اخر واحنا ما نريد نعرف نسبه ما نريد نعرف مستوى الجلوكوز هو زايد مرتفع او ما مرتفع، نريد نعرف العمليه الايضيه هل تم صحيح عمليه ايض الجلوكوز هل هي صحيحه. يعني ما عندي مشكله انه الجلوكوز مرتفع او ما مرتفع، او عرفت انه الجلوكوز عنده مرتفع بس ادي اشوف الارتفاع هل هو المشكله
بالإنسولين أو المشكلة بالعملية الأيضية. هنا نجي إلى تيست نسميه جلوكوز تولرانس تيست، وهذا بنوعين، أبو 3 ساعات وأبو 5 ساعات. هذا من خلاله نعرف قدرة الجسم على أي الجلوكوز. طبعا هذا القياس مهم جدا للحوامل لأنه يسبب لنا اضطرابات عديدة، وبالتالي ممكن يأثر لي على العمليات الأيضية عند سنة يعني هنا بداية الحمل، يسبب عندنا اضطرابات هرمونية خصوصا من الشهر الرابع الشهر السادس من فترة الحمل. فهذا القياس مهم جدا حتى نحدد هل العملية الأيضية داخل الجسم جيدة أم غير جيدة. تمام؟ تمام. الموضوع الأخير بمحاضرتنا هذا اليوم هو اللاكتوز انتولرانس، وهي يعني أنا هذا الموضوع أنا ما أتطرق كثيرا للمواضيع الأخرى غير الجلوكوز وما يتعلق به، بس هذا الموضوع اللي يكثر عندنا مشاكل الأطفال. طبعا تحدث هاي الحالة بسبب نقص إنزيم اسمه لاكتيز. أكو إنزيم إحنا مو قلنا أكو عصارة بنكرياسية ومنتحول يوصل الغذاء إلى الأمعاء، عد يمر بمرحلتين، تنفرد عصارة بنكرياسية وعصارة معوية. بالعصارة المعوية خلال بالإبيثيليال سيلز أكو إنزيمات نسميها بروش بوردر إنزيمز. تمام، من ضمنها هذا شنو؟ طبعا هاي الإنزيمات راح تحول لكل أنواع السكريات إلى 3 أنواع من السكريات الأحادية جلوكوز غالكتوز وفركتوز. وواحد من عندنا هاي الإنزيمات اسمه لاكتيز يحول لي الجلوكوز، العفو اسمه لاكتيز يحول لي اللاكتوز إلى جلوكوز وغالكتوز. تمام، وغالكتوز. نقص هذا الإنزيم شو راح يؤدي لي؟ راح يؤدي لي إلى تجمع اللاكتوز بالأمعاء، وبالتالي راح يمر لي وين؟ الأمعاء الغليظة. لأنه إحنا أثناء الفيديو قبل شوية بشرحنا قلنا إنه بعد ما تحول كل أنواع السكريات إلى سكريات أحادية، السكريات المتبقية اللي ما انهضمت مثل السليلوز حالة طبيعية، السليلوز ما يهضم. ليش؟ لأن ما عندنا إنزيم سيليليز، فيروح الأمعاء الغليظة وبكتيريا موجودة بالأمعاء الغليظة راح تكسره وتحول إما أحماض دهنية أو إلى غازات، والأحماض الدهنية أو الأورجانيك كومباوند راح تخرج خارج الجسم عن طريق الفيس. هنا إذا نقص عندي إنزيم اللاكتيز راح يجمع اللاكتوز، وبالتالي راح يروح الأمعاء الغليظة، وبالأمعاء الغليظة هنا راح يتحلل بواسطة نوع من البكتيريا حطيني أحماض دهنية، وهذه الأحماض الدهنية نتيجة تراكمها على مركبات عضوية تعطيني، وهذه نتيجة تراكمها حتى يتخلص منها راح يبدي بسحب يسحب الماء وسحب جزيئات الماء، فبالتالي راح يسبب لي الإسهال. تمام، لذلك يعني هاي بتحدث يعني خصوصا بالأطفال، خصوصا تحدث بالأطفال لأنه يتناولون الحليب كثرة. لذلك الطفل اللي يصير عنده حالة إسهال ما أنطي حليب، مفروض إنه ما أنطي حليب، أقلل من الحليب لأنه قد يكون الإسهال بسبب هاي الحالة. طبعا أشوف عندي غازات مع إسهال هنا المشكلة. تمام. طبعا ممكن إنه أقلل من هاي النسبة من خلال أعطي لبن رائب. يعني ليش لبن رائب؟ باللبن هذا الرائب يعني شنو اللبن متخمر نقصد هنا؟ اللبن هو يحتوي على نوع من البكتيريا اسمها، هو شنو اللي يخمر الحليب الى اللبن؟ بكتيريا اسمها لاكتوباسيلاي، نوع من انواع البكتيريا. هاي البكتيريا تحتوي على انزيم اسمه اللاكتيز، انزيم اسمه اللاكتيز اللي يحول الحليب لاكتوز ويخمر لي. طيب هنا هذا اللبن الرائب او اللبن المتخمر صحي انه انطيه للشخص المصاب بهذا الخلل او بهاي المشكله او بهذا المرض. ليش؟ لانه هاي البكتيريا راح تفرز لي انزيم اللاكتيز، وبالتالي اللاكتوز المتجمع راح يتكسر ويخفف لي من هذه المشكله. طبعا هذا الهرمون العفو هذا الانزيم انا اسف اليوم غلطت هواي ما اعرف ليش. طبعا هذا الانزيم يفرز بكثره عند الاطفال. ليش؟ لأنه الأطفال يحتاجون إلى الحليب كمصدر أساسي للغذاء،
ووصولا الى عمر 5 إلى 7 سنوات يبدا ينخفض، يعني ينخفض الى عمر 5 إلى 7 سنوات يصير نسبه طبيعيه اللي هي مشابهه للنسبه الموجوده عند الاشخاص الكبار العمر. طبعا هنا انتهت محاضرتنا اليوم. ارجع اكرر واكد انه هذه المحاضره هي الماده الاساسيه لموضوع ايض السكريات، بالاضافه الى الديابتس ميلايتس اللي شرحناه بالمحاضره مالكم. ان شاء الله باقي لنا موضوعين ينتهي الكورس الاول اللي هو موضوع واحد حقيقه، حنسوي محاضرتين او محاضره ونص على حسب، اللي هو موضوع ايض الاحماض الامينيه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.